ازيك يا صاحبي، وحشتوني. صلوا بقى على النبي. النهارده يا جدعان هنعمل حاجه جامده جدا، حاجه اللي انتوا تحبوها يعني. طبعا اكتر حاجه انتوا تحبوها ايه؟ ايوه، ان احنا نفتح باكجات ونخسر في جواهر. بالظبط، احنا نعمل كده فعلا. احنا هنفتح باكجات وهنخسر في جواهر. تعالوا بس نفتح حاجات المجانيه دي الاول، وبعد كده نخش في التفتيح طب انت هتيجي امتى بقى يا عم سبونج؟ فاضل لك 18. تعالى بقى. ايوه كده، فاضل لك 9. يلا بقى. ها، انا قلت برضه هيعملوها يعني، هيجيبوها بالسهل. استحالة. تعال نفتح برضه ايه الصناديق اللي هناك في الاخر. تمام، فتحتين المجانين بتوع كل يوم، ونشوف هيجي لنا حاجة حلوة ولا نو. يا ترى هيجي لنا حاجة حلوة ولا نو؟ هات يا ابني 10 جواهر، هات ال 10 جواهر. انا راضي والله بال 10 جواهر، هيساعدونا. ما تجيبوا لنا بقى 150 جوهرة بقى، عشان ايه؟ احنا داخلين على يعني داخلين على ليلة، اللي فيه ليلة كبيرة داخلين عليه. فيعني 150 جوهرة تساعد بقى. تلاتة يا فهد، تلاتة. أو أنت عارف، أنا عارف والله، أنا عارف، أنا القرف ده. ماشي، معانا كام؟ معانا هنا برضه شوية حاجات. هو سبونج بوب هنا، روبوت سبونج بوب، سبونج بوب روبوت. هو البتاع دي بتستخدم في حتة تانية، متستخدمش حتة تانية. فاحنا نفتح ال ده ب 400، احنا خدنا 335. هي دي، تعالى يا جدعان نجيب السكن ده. يلا هات يا ابني السكن. هنقف عند 90. ست هنقف عند 90. هو في 90 اصلا ولا مفيش 90؟ انا عيني زغللت. في 90، اهي 90، في 90 فعلا. يبقى كده احنا مش هنقف عليها احنا. لا بص، اخرنا كده ستة، واحدة ستة، واحدة تلاتة، واحدة تلاتة، صح؟ واحدة ستة، واحدة تلاتة، واحدة تلاتة، واحدة ستة واتنين تلاتة يعني. كده واحدة ستة، اتنين تلاتة، واحدة أربعة. ما شاء الله، واحدة ستة، اتنين تلاتة، واحدة أربعة. ماشي، واحدة ستة، تلاتة تلاتة، واحدة أربعة. طب ليه ما بيجيش حاجة أعلى من كده؟ معرفش. يلا طب هات اتنين ستة بقى، يعني اتنين ستة كده. واحدة ستة، تلاتة تلاتة، اتنين أربعة. ماشي، عايش عاش يا اسطنبل والله، يعني حظ أسطوري. يا واحدة ستة، خمسة، تلاتة، اتنين أربعة. كده خلاص ولا لسه؟ واحدة ستة، خمسة، تلاتة، اتنين أربعة. لا يبقى كده في غلطة في الحساب. كده اتنين ستة، أربعة، تلاتة، حاجة غير. المهم يعني احنا ما جالناش حاجة حلوة. ماشي، شكرا يا اسطنبل والله. اه يا جدعان، شايفين السبيشال ميسك ويل؟ السبيشال احنا معانا ده، ومعانا ايه تاني؟ ومعانا الزبالة، ومعانا ايه ده؟ معناش حاجة تاني. فيعني معانا سكين واحد اهو، من اتنين، من اصل كام؟ اتنين، اربعة، ستة، تمانية، عشرة، اتناشر، اربعتاشر. معانا سكنين من اصل اربعتاشر. فبعد اذنك يا اسطنبل، لما اجي افتح فتحة دلوقتي تجيبي لي السكن، عشان ما تجيبي ليش سكنات مكررة. انا مش عايز. بص يا جدعان، الهدف انا عايز اجيب ايه؟ انا عايز اجيب ده اهو، ده حلو، ده حلو، والاوربت ده حلو. انا عايز اجيب الاوربت ده، شكله كده. وعلى فكره السكات كلها شكلها تعبان اصلا، انا عايز التويستر اصلا بصراحه. فيلا يا جدعان، بسم الله الرحمن الرحيم. اعملوا لايك، اعملوا اشتراك، فعلوا زر الجرس، اعملوا الحاجات دي كلها دلوقتي، عشان هنفتح 1850 جوهره. الف يلا يا جدعان، بسم الله الرحمن الرحيم. دي بحظكم انتوا، ماشي؟ فرح يبقى حظكم انتوا. فيلا بينا. ضيع يا باشا، ضيع. لا ضيع، ضيع بقى خلاص. اللي ضيع ضيع. يا رب يا رب ما يجيليش سكن مكرر. ماشي، جولدن روبو. شكرا يا عم روبو والله. ايوه كده، ايوه كده، مع ان شكله اي كلام. ماشي، بس هو ايه مخلينه سبيشال. فيعني ماشي، احنا جبنا ده كده حلو، مش معانا قبل كده، صح؟ مش معانا. نايس، نايس قوي، نايس قوي جدا خالص يعني. ماشي يا جدعان، يلا انظر فتحه، فتحه كمان، واللي ضاع ضيع. يلا احنا معانا اخر فتحه اصلا، هي فتحه واحده. بعد كده عشان افتح محتاج 250 تقريبا، 250، فهي اخر فتحه. فيلا يا عم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحظكم تاني، حظكم تاني، حظكم حلو. فاحنا دلوقتي معانا 3 سكنات من اصل 14 سكن، في 11 سكن تانيين. فبعد اذنك استنبل هاتيلي سكن تاني. يلا يا عم، بصوا انا هخبي عيني، هخبي عيني. وايه وانت قول لي بقى جالنا ايه؟ يلا يا ترى جالنا ايه؟ ها يا جدعان، حد شاف؟ حد شاف؟ اوعى اكون، اوعى اكون جردل الزباله. هزعل والله لو جردل الزباله جه. ها ها، جالنا حاجه من اللي انا عايزها؟ انا متشوق دلوقتي اعرف. هبص دلوقتي الاقي، هلاقي جردل الزباله، انا هموت وافتح عيني. ها يا جدعان، جردل الزباله جه، صح؟ ما انا جردل الزباله. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب ما يكونش جردل الزباله، يا رب يا رب ما يكونش جردل الزباله، يا رب. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟
طب ليه مسك؟ يعني هو حلو وكل حاجة بس ليه مسك؟ داسك دراجون، ايه يا عم دراجون؟ ما انا معايا الانفيرنو، ليه جالنا الداسك؟ لماذا؟ يعني ماشي شكرا، ماشي الحمد لله، ماشي يا جدعان، يعني نحمد ربنا برضه على كل حاجة. هات لي بس كده نشوف الحاجات اللي احنا جبناها. احنا جبنا الداسك، فين الداسك بقى؟ اهو هو ده الدراجون، بص شكله عامل ازاي؟ يعني ما تحسوش ان هو يعني ليه مسك اصلا، ملوش، ما تحسوش مسك اصلا. فين الجولد الروبو؟ اهو جولد الروبو. ها ايه ايه الكلام، ايه الكلام؟ مش حاسس يعني بضجة؟ يعني مش حاسس ان انا عملت حاجة؟ يعني مش حاسس ان انا فتحت؟ يعني انا حاسس ان انا ضيعت ال 3700 جوهرة دول على الفاضي بصراحة، والله العظيم حاسس ان انا جربت دفعتهم على الفاضي. وانا كان ضحك عليا، جالي جولد الروبو وتنين، قالوا لي ده مسك وده سبيشال. شيت، انا هموت واعرف بقى كان هيقف على ايه قبلها. يعني بص دلوقتي عايز افتح، هيجي لي لازم افتح 200، عايز 250 جوهره تانيين. ماشي مش هنفتح بقى، مش مشكله. ماشي يا جدعان، النهارده بقى ايه؟ يلا نخش نجرب السكن ده اللي عم الدراجون ده، نشوف كده جالنا ولا لا، هيبقى حظه حلو ولا لا. ايه ده؟ ايه ده يا جدعان؟ هو ايه اللي، ايه ده؟ هو دي مابا واحده؟ ايه المود ده؟ المود اللي مابا واحده ده يا جدعان؟ ده لاست مان. طب ماشي نرقص بقى شويه يا جدعان، نرقص بقى شوية نخف العدد، لغاية لما العدد يخف بس، واخد لي بالك؟ وبعد كده ايه نبقى نعمل بقى، نضرب ونعمل بقى، هو كله جاي يضرب يعني. بس على ولا استهلك يالا. ماشي 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 يا رجالة، ماشي يا رجالة والله براحتكم يعني. بصوا بصوا جاي يقف جنبي، بص جاي يضربني اهو، الاتنين جايين يضربوا. ما تروق يا نجم انت وهو يعني. استنى يا جدعان نرقص شوية، أول ما يبقى مثلا فاضل 11 ولا حاجة، 20 اليمينيتد، نبتدي بقى العركة. ولا 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 بس على بس بس على كان عايزين اهو. ايه ده؟ العركه هتبتدي، العركه هتبتدي. يلا يلا يا رجاله، يلا يا رجاله. ايه ده؟ ايه ده السمكه دي جت منين؟ بقول لك يا صاحبي مالكش مكان ما بيننا، مالكش مكان ما بيننا. اوعى 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 سمكه يا خرب بيتك. ماشي 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 ماشي، يلا يا جدعان، يلا يا صاحبي مالكش مكان ما بيننا بقى، مالكش مكان ما بين. ايه ده؟ هو عاش ازاي يا رجاله؟ زحمه والله يا رجاله، زحمه زحمه زحمه. ولا الفيل يا خرب بيتك. واحد صاحبي ما تقع بقى، انت ما بتقعش ليه؟ بقول لك ايه، راسه خفيفه، راسه خفيفه، راسه خفيفه بس كده. ماشي ماشي، ايوه ايوه ايوه. ولا ولا بس تعالى، بقول لك يا صاحبي انت عملت تنطط كتير، وانت اصلا شبه النوب. ولا السمك، ايه ده انت وقعته؟ طب خد يلا. ايه ده؟ هو لسه واحد؟ هو فين ده؟ خد يلا ابو طياره انت يا ابن ال... يا لهوي ايه ده يا جدعان؟ خد ابلع يا جدعان، قلت لكم استراتيجيه، استراتيجيه جميله. مش ممكن، مش ممكن على الاحتراف والله. ايه ده؟ شفت يا اللي حصل؟ قلق قلق قرص جاي يعمل قلق، مش ممكن، لعيب قوي. شفت يا جدعان وقعت الولد ازاي؟ تخ تخ ترخ على طول، خلصنا الليله على طول. لسه بقى تقعد، احنا قلنا بس ايه اللي هي الاستراتيجيه معروفه، هنرقص شويه في الاول لغايه لما الدنيا تظبط، وبعد كده نبقى نشوف بقى ربنا يسهل. اوه ليزر، ليزر على هذا العدد المهول. طب يلا يا جدعان، النظرية دلوقتي بتقول إن إحنا مش هينفع نستخدم الرأس، ماشي؟ فنقعد نتنطط كده على الأطراف، واخدلي بالك؟ عشان إيه؟ أيوه في زحمة كده، ممكن إيه واحد يعملها بلوك، واخدلي بالك أنت؟ يا إما إحنا ممكن برضو إيه نبلع كده واحد بوكس في الخباسة، بس محدش بلع. بص الواد ده كان عايز يبلعني، هحطه تحت الانتظار عشان لما أجي أضربه بعد كده هبقى اضربه، بس ده لما وقعش يعني. مش هو ده؟ هو ده صح؟ ما شاء الله الرجاله كلها جايه عايزه تضرب. رجاله على الهدى يا رجاله، على الهدى يا رجاله والله. ايه ده 15 واحد وقعوا؟ طب ده احنا يلا بقى نبتدي بقى. يلا نبتدي، يلا نبتدي. يا لهوي يا جدعان. يا لهوي يا جدعان على الاحتراف. خد يلا. خد يلا سيبي يا لهوي. يعني واحد وقع الناس بتقع لوحديها. هو في ايه؟ في ايه؟ في حاجة بتزقني، حاجة بتزقني، حاجة بتزقني. جاي حاجة بتزقني. هي الماما جلتشت. خد يلا، اوعى اوعى. يلا ليزر ليزر، ايوه كده عايش. يلا رجالة. لا لا انا ضغطت غلط، ضغطت غلط، في حاجة غلط. ماشي ماشي ايزي. فاضل ايه؟ فين اخر واحد؟ خد يلا سبونج، يلا خد يلا خد. ما هو انا هكسب يعني، هكسب هكسب يعني هكسب. قلت لكم يا جماعه شفتوا الاستراتيجيه؟ هي دي، this is my strategy، ان انت
تتقل كده شويه، مش كل شويه تخش تضرب يا رجاله انا وقع فيكوا ومش عارف، مفيش الكلام ده. تضرب تقعد تبقى هادي وراسي كده وتعقل، تقعد ايه تلف شويه كده لغايه لما الدنيا تهدى، وبعد كده اول ما تبتدي خش بقى عليهم على طول على طول بلا رحمه بلا رحمه. عاش يا رجاله عاش. يلا كده احنا كسبنا جيمين بالسكين الجديد. اوكي شكل تفتيح الباكجين النهارده حظه حلو. هو فين المبات يا جدعان؟ فين المبات؟ فين الشغل؟ عايزين نشغل الشغل. ماشي زي ما اتفقنا، هنا الاستراتيجيه بتاعت المكسب هنا ايه؟ تروح جنب البرميل وتقضيها رقص، قضيها رقص. بس بقى يجي واحد يحضنك، ده محترم، ده اللي هو اللي جه حضن ده محترم، بيحضن ما بيحدفش. لا ده طلعش محترم، ده طلع ابن. ماشي ماشي. طب انا اروح انا بقى ايه مع شويه الرجاله المحترمين اللي هناك دول. ماشي واخد لي بالك انت، ده مصمم. طب هو ده عبيط يا جدعان؟ هو لا هو انت يعني ايه وجهه النظر انت تبقى نوب تاخد يعني تشوف واحد تحضنه وتقع بيه؟ يعني اسم فلسطين وملون، فيعني خلي عن. ماشي ماشي، دي عقده نفسيه بيبقى عند المناوب، عرفناهم خلاص. الليزر اجين. طبعا يا جدعان الاستراتيجي بتاعتنا الا وهي نطنطه في الاطراف. هتقول لي دلوقتي اطراف موتزاريلا ولا اطراف سوسيس؟ هقول لك لا، دي ستافت كروست ملهاش اي دعوه. فاحنا دلوقتي ايه احنا دخلنا في المعمعه، دخلنا في المعمعه. بص رجاله كلهم بيجوا ورايا يا جدعان، روقوا يا جدعان روقوا، بتيجوا ورايا ليه؟ بصوا والله العظيم، بصوا اللي لابس اصفر ده اصلا يا عم انت، انا بلعب يا ماشي ماشي يا جدعان، روقوا روقوا يا جدعان، كلهم جايين يضربوا. نروق كده بس ايه على الهادي على الهادي. ايوه كده ايوه كده، هم اصلا تقريبا وقعوا. الولد اللي لابس اصفر كان بيجي ورايا وقع. بقول لك ايه معاهم، يلا ما وقعش خساره. يلا يا جدعان هنقعد ايه 18 واحد لسه، لما تيجي عند 25 كده تبتدي تخف، نبتدي المعمعة بقى واللعب والحرفان. خد يالا ساندي عشان بكرهك، والله العظيم بكره سكن ساندي ده يا جدعان، كره العمى بكره سكن. ولا خد يالا كده انت ابلع. ها 25 يلا عايزين نعرف نلعب. يلا يا رجاله يلا يا رجاله، يا لهوي من حق خد فاكرنا اه ها لست انا ذاك الشخص يا جدعان. في حاجه بتزق، في حاجه بتزق، ايه هي بقى؟ انا معرفش. ساندي والله بكرهك، والله بكرهها يا اخي. هي بص خافت، خافت مني. قلت شفتوا يا جدعان استراتيجيه مضمونه، جايين ورا بعض ليزر شفتوا تخ تخ اتراخى على طول، مفيش هزار مفيش هزار. ياه انا مستمتع جدا، ان الفيديو النهارده كان حلو بصراحه، كان نايس نايس فيديو نايس فيديو، عملنا اداء وقلق وتحفه، عملنا حاجات تحفه والله. عاش يا ابني عاش يا كورس، ربنا يحميك من العين يا ابني. هات يا ابني ال 20 جوهره دول، محتاجينهم 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 جامد. هات ايوه كده. ماشي يا جدعان، ده كان الفيديو بتاع النهارده. فتحنا باكجات، جبنا السكن الحقير اللي احنا بنلعب بيه ده، والسكن الثاني اللي هو الروبو جولدن روبو ده، ده ممكن نبقى نجربه الفيديو الجاي، نشوف كده نلعب بيه كذا جيم نشوف حظه حلو ولا لا، عشان لو كان نبقى نلعب بيه بقى على طول، لو حظه حلو، لو حظه وحش مش هنلعب بيه تاني. قشطه. بس كده يا جدعان ده كده كان الفيديو بتاع النهارده. لو الفيديو ده عجبك عشان لايك سبسكرايب، فعل زر الجرس عشان توصل الفيديو ده 1000 لايك. نشوفكم الفيديو الجاي، بيس.